في نظري الخطاب اللي ألقاه ملك المغرب كان فيه عناصر جيدة، خاصة في الأوضاع الحالية اللي كنشوفوا في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا وفي بقية الشرق الأوسط. أول تصريح يستجيب إلى حد ما إلى متطلبات الشارع مقارنة مع مناطق أخرى، حيث كان هناك ردة فعل عنيفة، فهذا كان نقطة إيجابية أشارت إليها عديد من الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأكاديمي بأن هذه خطوة إيجابية على غير أو على نقيض ما رأيناه في مناطق أخرى في العالم العربي. أما بشكل عام فهذه نقطة بداية إيجابية، وسنرى في المستقبل إن شاء الله هل ستثمر خيرا أم لا. الآن الشباب المغربي أظن أنه خيب الأمال الكثيرين إلى حد ما، لأنه كان الناس يتوقعون أن ربما ستكون هناك حركات عنف تدمير، في حين أن الأمر لم يكن كذلك. كنا نقول أو بالأحرى كان من هناك من يقول بأن الشباب المغربي غير واعي غير جاهز للديمقراطية، فهذا أثبت العكس تماما. الشعب جزء كبير منه يعي الظروف التي نعيشها، يعي مصالحه، يعي ما معنى الديمقراطية، وأثبت ذلك في الشارع بانتظام بخطاب سياسي ملموس واضح المعايير. هذه أمور إيجابية. وأنا في المجال الأكاديمي في جامعة كولومبيا تحدثت كثيرا مع الزملاء الباحثين والأساتذة وقد أشاذوا بهذا الموقف. طبعا نحن في مجال الدراسات الأكاديمية ونتحدث عن الديمقراطية وانتقال الديمقراطي مرة أخرى، هذه بادرة جيدة. أظن الأحزاب المغربية ليس لها الحق أن تنقض على هذه المطالب، لأنها أثبتت إفلاسها منذ فترة طويلة. حتى أحزاب المعارضة التي تسمي نفسها معارضة لم تعطي أي نتيجة كل هذه السنوات. فأظن أنه الآن الشباب والمجتمع المغربي قد أثبت أنه أكثر حنكة سياسيا من قادته ومن أحزاب التي تدعي أن تمثله فهي لا تمثله. فبالتالي أحسن ما يمكن لهذه الأحزاب أن تقوم به إما أن ترافق هذه المطالب ولا تنقض عليها أو تتركها جانبا. لكن بالمقارنة مع الأوضاع في المناطق الأخرى، ونرى ما يقع في ليبيا ونرى ما يقع في البحرين، ورأينا كيف تصرفت تونس ومصر، على الأقل هذه بداية إيجابية، لأنه لم يستعمل العنف، تم الاستماع إلى حد ما بشكل نسبي إلى المطالب. فهذا لغاية الآن أظن أنه مثال جيد يمكن أن يحتذى. والأكاديميين يهتمون كثيرا بالوضع في المناطق العربية وفي إفريقيا، والبادرة في الإصلاحات في المغرب أظن أنها أثلجت صدر الكثير. فأتمنى أن لن نخيب أمال الزملاء والأكاديميين الذين يساندون إصلاحات وانتقال ديمقراطي سلس وسلمي عوض أن نقع في مشاكل كما نراها في مناطق ثانية. فأظن هذا سيضع مرة أخرى هذه المنطقة في الخارطة، خاصة وأن كل هذه الثورات بدأت من المغرب العربي من شمال إفريقيا. فهذا من ناحية أكاديمية شيء إيجابي جدا، لأنه سيطرح مرة ثانية أهمية التركيز على هذه المنطقة في الدراسات الأكاديمية وفي البحث الأكاديمي. فقد أدلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرا بتصريحات أشار إليها إلى ضرورة معاقبة كل الذين يشاركون الرجال القذافي في إخماد الثورة الليبية، وأظن أن العقوبة يجب أن تطال كذلك البوليزاريو، خاصة أننا نعلم أنه قد شارك إلى جانب القذافي في هذه الثورة. ولكن أظن أن معاقبة البوليزاريو تتوقف على معطى أساسي واحد، هو قيام الحكومة المغربية بحملة دبلوماسية واسعة على الصعيد الدولي لكي يظهر الرأي العام الدولي والحكومات الصديقة أن البوليزاريو التي كانت تغنى في السابق بالشعارات التحررية والديمقراطية وبالحرية ليست إلا منظمة إرهابية، وأن الحكومات التي تقف وراءها كذلك هي حكومات ليس لها صلة بالديمقراطية ولا بالتحرر، خاصة الجزائر التي أسقط القناع حول نواياها وحول سياستها الخارجية. فقد أظهرت المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام أن الجزائر ساعدت الطوارق الماليين والسنغاليين من الوصول إلى ليبيا عن طريق التراب الجزائري. ولذا أظن أن المغرب أن يقوم بحملة دبلوماسية واسعة
للتعريف اولا بالمشروع الديمقراطي الحداثي الذي يعيشه المغرب، ولكسب مزيد من التأييد لمشروعيه موقفه من النزاع المفتتح حول الصحراء المغربيه، لاننا نعرف ان المغرب بلد ذو قضيه، وان القضيه الصحراء المغربيه قضيه مشروعه ولا نقاش فيها، ولكن حشد التأييد لهذه القضيه يتوقف على الجهود الدبلوماسيه التي يجب على المغرب ان يقوم بها، والتي من المفروض ان يقوم بتشديد على مواقف البوليساريو مؤخرا، وان يدفع بالدول الدائمه العضويه في مجلس الامن على ان تقوم باستصدار قرار للمجلس يدعو البوليساريو بشكل صريح الى الجلوس الى طاوله المفاوضات مع المغرب بشكل مباشر، والى التفاوض على انهاء نزاع الصحراء على اساس مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007، والذي يعتبر مشروع ذا مصداقية ومشروع يمكن البناء عليه لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. ديسكورسو ريال دي نوي دي مارسو باسادو بينو ان المومنتو موي ادكوادو اي ميخورو لا ايماجين دي ماروكوس ا نيفيل مونديال كوم بايس ديموكراتيكو يا ابيرتو اي كنو تيني ميدو ديل ميدو ديل كامبيو. Este discurso dio al traste con las alegaciones de los autores españoles que apoyan al Polisario y que siempre se han servido del argumento de la falta de democracia en Marruecos para atacarlo en su legitimidad en el Sahara. Ese discurso también debilita la posición del Polisario sobre el Sahara, sobre todo a la luz de las noticias que hablan de la implicación del Polisario en ayudar al Gaddafi en matar a los rebeldes en Libia, así como de las noticias que hablan de la relación entre el Polisario y Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Y también de los errores del Polisario que se han cometido últimamente, y que consisten en el arresto de Mustafa Selma Sidi Moulud, así como la represión de la manifestación que tuvo lugar en Tindouf el 5 de marzo pasado.